للصديق العزيز الدكتور خالد عكاشة على حسن الاستعداد. ما احنا ما عندناش الطريقة دي دايما من حيث الشكل والموضوع لهذا المنتدى، وانا شايف انه يعني الواحد استفاد كثيرا مما سمع. النقطة الثانية، انا كنت من اول من كتبوا ان الدكتور طارق شوقي مكشوف عنه الحجاب. يعني تخيلوا لو ان الجائحة جت وما كانش فيه استعدادات لتطوير التعليم شغلتنا في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، كان عليك ان انت تبذل مجهود 10 أضعاف اللي بتبذله دلوقتي لمواجهة الجائحة. الحاجة الثانية، ان انا بأطالب من هذا اللقاء بالمناداة بتعديل العهد الدولي لحقوق الانسان. حقوق الانسان لم تعد هي الحريات والديمقراطية وحماية الاقليات، كل الكلام ده عرفناه، لا، حقوق الاقتصادية والاجتماعية هي اللي بتلح على الانسان وتشعر بعدم المساواة. يعني لما تيجي تنتقد حقوق الانسان في مصر نتيجة 1 أو 2 أو 3 او اتحبسوا، وانا ضد الحبس طبعا، انما في النهاية شوف اللي بيبني مباني للفقراء، اللي بيعمل مساكن، اللي بيعمل مياه نظيفة، حياة كريمة، المشروعات دي كلها هي دي حقوق الانسان. حقوق الانسان يجب تاخد معنى اعم واشمل واكبر من الحالات الفردية. العالم بيركز على حالات فردية يعاقب بها بعض الدول وليس لها اي علاقة بالواقع ابدا. فانا عايز على المستويين الوطني والمستوى الدولي مراجعة لمفهوم حقوق الانسان ما بعد الجائحة. شكرا. شكرا دكتور مصطفى. اعتقد نقطة مهمة ربما نضيفها للبيان الختامي او للعملنا المستقبلية. اشكرك دكتور مصطفى. في طلب مداخلة، ايمانويل جونزا. Thank you very much. في دقيقة لو سمحت أو بأسرع ما يمكن. As fast as you can يعني. Yeah. In the earlier discussions, في المناقشات السابقة we heard from government agencies, international organizations and UN agencies regarding how Egypt had dealt with كيف تعاملت مصر مع الوباء في توسع حاجات وحقوق الإنسان للشعب المصري، ولكننا كان لدينا تصريحات من دول ذات أن المجلس حقوق الإنسان المجلس العام لحقوق الإنسان يتساءل بخصوص حقوق الإنسان في مصر، ما الذي يمكن أن تقول؟ سؤال أتمنى تكون الرسالة وصلت. الأستاذ إيمانويل بيسأل عن الستيتمنت اللي أصدرتها 31 دولة بشأن حقوق الإنسان في مصر. أنا لما نوصل لمكان الردود هحيل الكلام ده للأستاذ عصام أو لآخرين وللأستاذ طارق يعلقوا على هذه المسألة. لدينا الدكتورة نهاد أبو القمصان طلب التعليق في معايا. مساء الخير. الشكر موصول للمركز، والحقيقة بأثني على اللي قالوا الزملاء من حسن التنظيم. ودخولا في الموضوع على طول، انا عايزه احيي الدكتور طارق لانه كميه الجهد اللي بتتعمل الحقيقه جنب منها كميه نقد فظيعه جدا. يمكن محتاجين كوميونيكيشن اكتر علشان الناس تقدر تعرف النقله الكبيره اللي بتحصل على مستوى التعليم. لكن مازال عندي ملاحظه على فكره اننا انجزنا كتير قوي على مستوى الاطر العامه. محتاجين نبص شوية على المحتوى كمان. الأطر العامة سواء في تمثيل المرأة زي ما ذكر، عندنا ربع البرلمان وربع الشورى، لكن محتاجين أنه نرفع كفاءة الموجودين، لأن احنا قدام تحدي صعب جدا إذا خرجنا من هذا من هذه التجربة بقوانين سواء ضد المرأة أو ضد حقوق الإنسان أو فيها ملاحظات. الحقيقة هتاخد التجربة كلها لمسارات مغايرة. فيما يتعلق بالتعليم، أنا أعتقد أن احنا محتاجين يا دكتور شوقي نراجع المحتوى اللي بيقدم في المناهج، ومحتاجين نبص أكتر على الأنشطة. بناء الشخصية ما هياش بس في المعلومات اللي بتتقدم لهم. يعني أنا كنت في جيلي في مدرسة حكومة، لكن كان عندنا غرف مزيكا وعندنا ألعاب وبيسلمونا كمانجة أول السنة نتعلم عليها طول السنة، كانت في مدرسة ببلاش. أولادي اللي دخلوا المدارس الدولية ما بياخدوش الكلام ده. فالحقيقة كمية العصبية، كمية التعصب،
كمية الانغلاق اللي موجودة في المجتمع المصري ناتجة عن غياب الأنشطة داخل المدارس وناتجة عن المحتوى السيء. لما براجع المناهج فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان أو المساواة الحقيقة المناهج سيئة للغاية، فمحتاجين أننا نبص على ده، وإلا هنفضل أمة معلقة في الزمن طول الوقت بنستخدم أدوات الحداثة لكن الدماغ والتفكير واقفة عند أكتر من 100 سنة فاتوا. شكرا. شكرا أستاذة نهاد. الدكتور سامي عبد العزيز. اسمح لي بحكم قصر القامة بس اجي هنا لان عشان حد يشوفني. انا اعتقد انه وانا واقف جنب استاذ الجليل دكتور مصطفى الفي اقول كل من كان في القاعة اعتقد تعرض لفيضان من المعلومات، واعتقد اللي كانوا في القاعة بعضهم ما كان يعرف، بعضهم عرف القليل وبعضهم كان يعرف اكثر، ولكني عيني على من ينبغي ان يعرف وهو الرأي العام الخارجي. ومن هنا بأطالب الفاضل المحترم بعد النجاح اللي شافه المؤتمر ده الدكتور خالد عكاشة في الآتي. أتمنى أن أرى على الشاشة الآن أو في وسائل إعلام بلدي ما يلي: في ظل ظرف استثنائي مصر استهدفت، وأحط الهدف بتاعي، مصر واجهت هذه التحديات وبحط التحديات، مصر نفذت وبحط اللي تنفذ، وكان هذا هو الحصاد، وبالتالي بأعرض هذا الكلام. ولكي أعطي مصداقية لما أقول أقول، ولكن يزال ينقصنا ما يلي. أما الكلوزينج أن أقول هكذا تفهمت مصر المعنى الحقيقي المتكامل والشامل لحقوق الإنسان، وشكرا جزيلا. شكرا دكتور سامي. انا هرجع للمنصه وان شاء الله يتبقى وقت اضافي ارجع تاني للقاعه لانه في قائمه طويله جدا بطالب الكلمه. في الدكتور طارق شوقي، تفضل يا فندم. يا مش لو تسمح لي حضرتك اقول تعليق سريع واضطر اجري لان عندي مكالمه خطيره جدا، بس يعني انا عاوز اطمن حضرتك على السؤال بتاع المحتوى والانشطه. احنا بنحاول نحقق كل الاحلام بتاعتنا في هذا في نظام التعليم الجديد اللي هو بيحصل في الاطفال، فهنشوف نتيجته، بس لازم نصبر عليها لانه لو بعدنا عن النظام الجديد هنلاقي ان من هم في النظام القديم اعتادوا منذ سنوات على الاهتمام بالامتحانات فقط. وبالتالي عشان أبقى صريح يعني أنشطة ومواد خارج المجموع بالنسبة لهم طالما لا تؤدي إلى الامتحان فهي بالنسبة لهم مش هيبصوا عليها خالص للأسف، ولكن دي ثقافة بنحاول نغيرها، إنما هتاخد وقت. دي هتاخد وقت، شبه استحالة تحريرهم من الاستعباد الامتحان لفكرة التعليم، يعني موضوع مهم جدا. بس يعني عاوز اقول حاجه عامه اسيبكم تفكروا معايا فيها، بما ان احنا في مركز الفكر والدراسات الاستراتيجيه احنا اتكلمنا عن اتاحه تعليم جيد وكلنا بنقول كده والدستور بيقول كده والبرلمان بيقول كده وبنحاول وقدمنا فعلا، يعني انا بدعي ان الكتب بتاعه النظام الجديد على نفس مستوى كتب في امريكا اللي عشت فيها 20 سنة وكتب في انجلترا، مناهج لا غبار عليها إطلاقا، أساليب تقييم زيها زي الأمريكاني والإنجليزي اللي بنعملها في الامتحانات الإلكترونية. يعني لو عاوزين يعني رأي صريح، كورونا ساعدتنا، كنا مستعدين ليها، بس هي حطت ضوء، عملت زي جهاز الأشعة على مشاكل عندنا في ما وصلنا إليه من فكر عن حق التعلم. أعتقد يا دكتور مصطفى حق التعلم انجرف عبر السنين عند الكثيرين إلى الاعتقاد بأن لهم حق النجاح مش حق التعلم، هما حق التعلم شيء وحق النجاح شيء تاني. يعني ما تزعلوش مني بس المشكلة العميقة، أنا لو كنت قاعد مكانكو قبل ما أدخل شغلي كنت أقول كلام تاني خالص، بس الحاجة اللي عاملة لي أزمة الحقيقة اللي اكتشفتها او الدرس نمره واحد، مناهج مش هي المشكلة والامتحانات مش هي المشكلة ولا المباني ولا الكثافات
بجد. المشكلة مش هنا خالص. المشكلة إن 85% ممن يأخذ حق التعليم المجاني فكرته عن التعليم مغلوطة تماما. إزاي؟ أبسط مثال ممكن نفهمه كلنا. أنا رايح أخذ رخصة سواقة، لازم أتعلم إيه؟ أتعلم السواقة. بروح مركز أتعلم، أو أتعلم من بابايا، أو أتعلم من أصحابي، المهم أتعلم السواقة. خلاص السواقة تتضمن ان امشي في الشارع، امشي في الهاي واي، اركن، ارجع بظهري، مهارات كتير. اما بروح المرور، المرور بيمتحن ان انا عارف قواعد المرور في امتحان تحريري نظريا يعني، وبيمتحن عملي سوق العربية. لو انا هدفي الوحيد الرخصة مش هبقى مهتم لا اتعلم السواقة ولا وعاوز اتفادى الامتحان بتاع المرور، علشان الامتحان بتاع المرور هيكشفني، فهجد وسيلة للالتفاف حول كل ده عشان أوصل للرخصة. ممكن يبقاش عندي عربية خالص بس عاوز الرخصة برضو. 85% من اللي جوه المنظومة عاوزين الرخصة بس، وبالتالي لما تيجي أدربه هو متضايق مني كأني بضايقه. لما أجي امتحنه ده متضايق أكتر كتير، لأن كده هنكشف. لو اتزنق خالص 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 هيقول إيه؟ طب هو امتحان السواقة فيه هتقول لي ارجع بظهرك؟ لا مش عاوز دي، دي مش في المنهج. هتقول لي خش يمين وشمال، انا بعرف امشي طوالي بس، وما بسوقش غير عربيه اوتوماتيك. لو كان الامتحان كده يبقى احنا اتفقنا. نظام التعليم بتاعنا كان ماشي كده على طول، كل الناس عاوزه الرخصه، وكل الناس بتحارب الدوله، بتفاصل في التقييم. ما تسالنيش ارجع بظهري بالعربيه، بتحط لي اساله في ايه وما اسالوش في ايه. لو كان بيعرف يسوق ما كانش سال ولا سؤال. اللي بيسوق بيسوق كل عربياته وما بيسألش الأسئلة دي. المشكلة أنا بقول لكم بصراحة، إحنا عاوزين الرخصة بس مش عاوزين نتعلم السواقة. لما نقتنع إن أنا محتاج المهارة دي مش هيضايقني الباقي كله، وساعتها هبقى شاكر للدولة إنها ادتني تعليم مجاني، وإنها بتصرف على المناهج، وإنها بتصرف على المحتوى الرقمي، وإنها بتصرف جهد غير طبيعي. المقاومة مش جاية من إن إحنا ما بنحبش التغيير، المقاومة مقاومة في الوعي بما هو التعليم. التعليم أصبح الرخصة ما أصبحش المهارة. لما نفهم كلنا ونتفق إنه لا، التعليم كنا فاهمين كده وإحنا صغيرين إن لازم يبقى عندي المهارة، وإن التقييم شيء طبيعي، ما أنا عشان ديك الشهادة لازم تأكد إن عندك المهارة. هو بيفصلني في الحتة دي، عاوز يتحكم في كيفية التقييم عشان يضمن النتيجة، يضمن إنه ياخد الشهادة. واللي دافع فلوس في مدارس خاصة ودولية متهاله انه مدام دافع فلوس يبقى لازم ياخد الشهادة. دي مشكلة برضو. لا طبعا، انت ممكن تدفع فلوس في هارفارد وتسقط وما تاخدش الشهادة، المهم تاخد الامتحان. مش اللي بيقرر الامتحان مستقبله، مستقبله ملوش دعوة بيه. بس اللي حضراتكم شايفينه على السوشيال ميديا واللي بتسموه ضغوط، مش ضغوط ضد التغيير، ضغوط ضد كسر النظام كان بيسمح باخذ الرخصة من غير مهارة، غير معرفة سوق العربية. ده اللي مطلع أجيال لا تتمكن من أدواتها، وبتستخدم الصوت العالي للحصول على حقوق ليست من حقها لأنها لم تأتي بالمهارة اللي تخليها تستحقها. دي مشكلة إذا ما عرفناش نتكلم عليها ونواجهها هنفضل في الدائرة المغلقة دي. بس أنا أحب أقول لكم، الدولة الأول مرة بمنتهى الثقة تقول لا أنا قدمت لكم مناهج، وقدمت لكم امتحانات، وقدمت لكم إلكتروني، وقدمت لكم كل حاجة ما يفوق ما يقدم في أوروبا. المشكلة النهاردة بقى مدام في عقد اجتماعي في دولة ومواطن، لا المواطن لازم يشتغل معانا دلوقتي، نقول بقى أنت عاوز إيه؟ إحنا كل اللي بنوصم بيه من تعنت إن إحنا عاوزين نقيمه، هو بيرفض ويقول لي ما تقيمنيش، قيمني بمزاجي، قيمني يوم الاربع ويوم الثلاث، وما تحطش نمرة على ده وحط نمرة على ده، وده بره المجموع وشيل ده من المنهج. كل الخناقة دي على ايه؟ انا كنت بنجح قبل كده من غير ما اتعلم السواقة، انت دلوقتي بتضطرني اخد امتحان السواقة. ده اللي مضايقه. معلش 80، عارفين الرقم ده كام؟ مش اقل من 85% من 23 مليون اللي عندنا في التعليم ده فكرهم وفكر اولياء امورهم، ويعتقدوا ان مدام احنا دفعنا فاحنا عاوزين ناخد النتيجة. دي المشكلة اللي لازم تتحل في الأول، مشكلة الوعي. احنا جايين العقد الاجتماعي اللي بيننا مش واضح، الخناقة دي بتقول العقد ده ما اتكتبش صح، انما المناهج موجودة على فكرة ونقدر نشتغل عليها، مش هي دي العقبة.
ونقدر نبني مدارس وكل ده مش العقبة. بعد اكتشفنا يعني العقبة في الفكر ما يتوقع الطرفين من بعض. أعتقد هي دي لب القضية. بس أنا أكتفي بهذا يعني. ممتازة. بعد جديد لموضوع العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي مش فقط التزامات من جانب الدولة إنما أيضا التزامات من جانب أطراف العقد الآخرين المواطنين. لدينا السؤال اللي طرح واللي أحالته للأستاذ عصام شيحة وسعادة النائب طارق رضوان المتعلق بالبيان اللي صدر عن 31 دولة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان الأخيرة عن حالة حقوق الإنسان في مصر. هبدأ بالأستاذ عصام. تفضل أستاذ عصام. أتفهم بشكل قرب لو سمحت المايك عشان نسمع. أتفهم بشكل كبير اهتمام الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي 30 دولة أوروبية ومعهم الولايات المتحدة كعضو مراقب بحالة حقوق الإنسان في مصر. وأقدر هذا الدور في متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر. لكن على الجانب الآخر كمان أتفهم أن حالة حقوق الإنسان منظومة متكاملة فيها الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية والحقوق السياسية. أتفهم كمان أنه من الضروري أنه هذه الدول قبل أن تصدر بيان بهذا الشكل أنها تتحقق من منظمات المجتمع المدني المصرية العاملة في مصر من صحة هذه المعلومات. إحنا في بعض الأحيان بنفاجأ بمعلومات غير صحيحة على الإطلاق. في بعض الأحيان معلومات بيتم تضخيمها. نحن ما بنقولش إن حالة حقوق الإنسان في مصر وردية. بنقول إن إحنا عندنا مشاكل. بنقول إن في يعني على الأقل لدينا شواهد أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. وأقدر أضرب نماذج بشكل كبير. إحنا ما كناش بنقدر نزور السجون. منظمات من المجتمع المدني في الوقت الراهن بنقدر ندخل السجون ونزور السجون وننفرد بالمسجون ونتحقق منه مما يقدم إليه. كان بيوجه للدولة المصرية بصفة مستمرة أن التعذيب ممنهج، يعني سياسة ممنهجة. إحنا في الوقت الراهن بنشوف بنفسنا ضباط وجنود وأمناء بيحالوا إلى المحكمة الجنائية. وأنا أتذكر المحكمة وهي النيابة العامة بتترافع في قضية تعذيب تمت، فبتقول أن الضباط المتهمين أساءوا إلى حالة حقوق الإنسان وأساءوا إلى الإنسانية وأساءوا إلى الجهة التي يعملون بها. طب أنا عايز إيه أكتر من كده؟ يعني إحنا عايزين نتحقق بشكل كبير قبل ما نوجه الإدانة أو نوجه اللوم، نتحقق من حالة حقوق الإنسان في مصر. إحنا شايفين إن في تحسن، لكن نأمل إن هذا التحسن يصل إلى درجة أفضل ودرجة أكبر. لكن في جميع حالات حالة حقوق الإنسان أو حقوق الإنسان بوجه عام عملية مستمرة وعملية دائمة. وأنا شخصيا أتابع حالة حقوق الإنسان في كل دول العالم، ولا أجد دولة في العالم وصلت إلى الكمال. فده معناها بالضرورة إنه يعني إنه إحنا مش شاعرين إن إحنا على رأسنا بطحة. إحنا مدركين إنه في قصور، ومدركين إن إحنا بنحسن حالة حقوق الإنسان، وبنتفهم دور الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كشريك استراتيجي للدولة المصرية. لكن على الجانب الآخر يجب أن يتفهم الجميع أن الدولة المصرية دولة محورية ودولة عازمة على تحسين حالة حقوق الإنسان. لاحظوا أن احنا بنتكلم عن حالة حقوق الإنسان في ظل أزمة عالمية يعني تضغط على الكل. احنا شفنا دول نسيت خالص حالة حقوق الإنسان أثناء معالجتها لأزمة كورونا. شكرا. شكرا أستاذ عصام. سعادة النائب تفضل. هطلب بس من سيادتك يعني إعطاء المجال أو الفرصة للتعقيب، لأن هذا السؤال وهذا الموضوع فيما يتعلق في البيان الصادر من دولة فنلندا و30 دولة أخرى، أن ما جاء في معرض هذا البيان تم استقاء معلوماته من جهات قد تكون لديها رؤى معينة أو توجهات معينة، ولم تستقي المعلومات من المصدر المنوط به التعليق أو الحديث في مثل هذه المجالات. وفي هذه الحالة نتحدث على البرلمان المصري بصفته الممثل للمواطن المصري لدى السلطة التشريعية في مقابل للسلطة التنفيذية. وعندما نتحدث يذكرني حالة أو عدة حالات، وربما يشاركني الرأي فيها عالي الوزير محمد العرابي والزميلة داليا اليوسف والزميلة منال
عاذر الذين شرفت بأن أكون نائبا معهم خلال الفصل تشرين الأول 2016 حتى 2021 أنه لم نرى زيارة من قبل الكونغرس الأمريكي لمجلس النواب المصري، واقتصرت فقط 3 زيارات لمصر من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي لمقابلة السيد الرئيس والسيد وزير الخارجية. فهل هذا يليق بروتوكولين للحديث عنه؟ لا، في حين أن البرلمان المصري قام بعمل 6 زيارات وآخرها كانت برئاسة رئيس المجلس النواب السلطة التشريعية السابق الدكتور علي عبد العال، وتحدثنا معهم في العديد من المواضيع وتم عرض الكثير من الرؤى وعرض الكثير من التحديات. فعندما نتحدث على وضع حقوق الإنسان في مصر هناك منابر وهناك نوافذ لابد من خلق قنوات تواصل معها. إذا كنت تريد أن تستمع إلى هذه الآراء التي تستقي منها معلوماتك لابد وانطلاقا من مبدأ الشفافية السماع لوجهة النظر الأخرى، ليست السلطة التنفيذية ولكن السلطة التشريعية وهي المنوط بها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. هذه واحدة. وعندما رأينا أو سمعنا أن هناك تدقيق على مجالات حقوق الإنسان، نحن لا نقول أو لا ندعي أن مصر لديها 100% أداء جيد في ملف حقوق الإنسان. نعم هناك أمور تريد المراجعة، نعم نريد فتح قنوات تواصل مع المؤسسات التشريعية.